السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الترناتيفز. عايز يبقى عندي لقطة يكون مستخدم ماتيريال معين، ولقطة تانية باستخدام ماتيريال تانية، لقطة والسقف مثلا على ارتفاع معين، ولقطة تانية والسقف على ارتفاع مختلف. فباجي عند ستوري وأقول له الترناتيفز، أو بدوس حرف الإيه، بقول له أنا عايز أعمل كرييت. بيقول لي أنت عندك 3 اختيارات، فيزابيلتي ولا ماتيريال ولا بوزيشن. فاقول له مثلا انا عايز دلوقتي الفيزابيلتي. فيزابيلتي يعني ايه اللي هيظهر معايا في الصوره دي. مثلا ناخد اول لقطه، ناخد الشغل كله واقول له ايه، اعمل لي نسخه موجوده. تمام. طيب اللي بعد كده هاخد الشغل كله وادوس كنترول عشان اشيل بعض الاشياء. تمام، دوس كنترول شلت شويه حاجات، اقول له ايه، ضيف للصوره التانيه. فبقى عندي صوره فيها اللقطه دي ولقطه فيها الصوره دي. تمام، في هنا بعض الحاجات اتشالت. تمام، ممكن اعمل لقطة تانية. تمام، واقول له كنترول واشيل الحاجات ديت. تمام، يبقى انا عندي 3 لقطات، لقطة فيها الشغل كله، ولقطة فيها بعض الحاجات، ولقطة فيها البيت بس. طيب تعال نشوف ايه الحاجات التانية. ماتريال، هقف على الصورة الأولانية واقول له اعمل لي الماتريال. تمام، اخد لقطة كده عادي خالص من غير اعلم على الشغل كله واقول له هات لي لقطة. تمام، وبعد كده ادوس حرف الام، حرف الام اللي هو الماتيريال. تمام، واغير بعض الحاجات، يعني اقول له مثلا خلي اللون دوت بالشكل دوت، الارضية دي خليها لي بالماتيريال ديت، اغير بعض الماتيريال. تمام، واروح معلم على الشغل كله واقول له اعمل لي اللقطة التانية. بقى عندي لقطة في الشغل لون عادي، ولقطة الماتيريال المختلفة، بحيث يبقى عندي كذا لقطة واوري للزبون اقول له ايه رأيك ناخد الالوان ديت، ناخد الماتيريال ديت، ايه رأيك نخلي الواقع ازاز. اللي بعد كده بقول له بوزيشن، بوزيشن هناخد لقطة عادية، خلينا نختار الشكل الاولاني خالص. تمام، هقول له انا عايز اخد الشكل ده كده بدون اي تعديل، ده البوزيشن الاولاني. طيب ايه البوزيشن التاني؟ ممكن اختار بعض الحاجات. تمام، وادوس كنترول عشان اشيل بقية الحاجات، واحرك مثلا زي ما شفنا امر التحريك. انا طبعا المفروض بعدل الشكل كله، هو ده مجرد بس مثال، واقول له ضيف لي لقطة تانية. ما عندي صورة اولانية وصورة تانية، ممكن اجي على ديت واروح محركها. تمام، يبقى عندي صورة تالتة. تمام، في نفس الوقت برضه عندي في الفيزيبيليتي بعض الحاجات والماتيريال بعض الاختيارات. تمام، ده امر مفيد جدا في برنامج اوتوديسك شوكيس. ان شاء الله مكملين في الشرح بتاعه. ممكن لو انا عايز اركز على حاجة معينة باجي هنا بختار بوينتر، بيسود لي كله ما عدا حتة معينة، بدوس حرف البي وابدأ اتحرك، بحيث مثلا ان انا اركز انتباهي على جزء معين، او انا بشرح حاجة معينة فبقول له هي دي الجزء اللي احنا هنهتم بيه. اخوكم عمر سليم.